الماليه للملاعبيه السي اس اس، كيف كيف ربطها فوز البنزرتي بمستقبله مع نادي من الملاعبيه هذم اللي يعيشوا نفس الوضعيه الماليه الصعيبه في الفريق، ثنائي الاجنبي ثنائي النيجيريا كينغسلي ايدو، كذلك كينغسلي سوكري، امكانيه السي اس اس يخسر زوج ملاعبيه هذم خاصه سوكري قيمه فنيه ثابته كبيره قدم برشا للسي اس اس، ملاعب مطلوب برشا من الخليج قيمته الماديه كبيره برشا، نجم السي اس اس نهايه الاسبوع الحالي يخسروا مجانا. التفاصيل باش ناخذوها من عند وكيل اعمال لزوج ملاعبيه هذم محمود الوداني. محمود اهلا بك. اهلا سلام صباح لاباس عليك خويا والحمد لله بسلامتك. ربي يفضلك محمود به ظهر لي كنت تسمع فيه ما عادش كنت تسمع في فاضل قبلي ولا لا. لو كان تحكي تعطينا اكثر تفاصيل على الوضعيه الماليه للزوج ملاعبيه والتعاقديه خاصه الايدو كذلك السكري. هو خويا سلام صار اتفاق قديم دو فوا فهمتني، صار في ديسمبر 2019 وزاد تعاود معناتها في شهر اوت، دونك الوضعيه الماليه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي وضعيه صعيبه برشا خاصه بعد كورونا، دونك هذه اثر على معناتها تو لي زاجريمون اللي صاروا معناتها الاتفاقات اللي صارت زاد صار فيهم اخلال بالطبيعه ما فماش السيوله الكافيه باش الناس تخلص وسيرك التطبيق نتاع الاتفاقات هذيك. دونك لي دي جوار بعثوا على تلك المحامي معناتها تنبيه بالدفع. دونك الاولاني بالنسبه لايدو في لو 27 اكتوبر، بالنسبه للسكري وفي لو 29 اكتوبر معناتها 15 جور نتاع عدم الدفع، وانت تعرف والناس الكل تعرف اللي القانون اذا كان اعلام الدفع يوفر المده نتاعه، دونك يصير اعلام بفسخ العقد من جانب وبالطبيعه مراسله الفيفا. هذا كله معناتها نحن تو فسرنا اللاعبيه اللي وضعيه صعيبه فوتنا بون المده هذيك فات الاسبوع الاولاني يعني تو ماشيين في الاسبوع الثاني، اتصلت انا بلا المدير نتاعنا في الصفاقسي مشيت حتى الصفاقس قبلت حتى سي منصف، دونك وعدت في اقرب الاجيال باش يخلصهم فسرت للاعبيه وناهيك اللي سكري معناتها عمل الاكسبلوا اللي هو سامح في 160 الف دولار اللي تضربهم في 3 تلقاهم 480 نص مليار معناها هي نص مليار هذا اسمها هذا معناتها هذا بالنسبه للمعلومه للجمهور جديده هذه ولا جديده هذه ولا قدم المستحقات هذه ولا شنو بالضبط؟ لا هو العقد نتاعو عنده فيه بند تولي بري معناتها هذا في التجديد يا خو نتاعو فهمت؟ دونك اتفقت انا وياه قلنا له خويا تاخذ القديم ونجادلوه زاد مره اخرى تاخذ جزء منه ونزيدو نجادلو والبقيه معناتها سماح كما نقولوا نحن معناتها مو سهل معناها لاعب اجنبي خاصه اجنبي باش يتنازل على مبلغ بالقيمه هذه. محمود خويا اسلام تونسي مش سهل فما بالك اجنبي اي هذا اش قلت لك قليل وين تلقى واحد سامح في 20 30 40 الف دينار 50 الف دينار اما مش 480 الف دينار ولا 70 الف دينار، دونك انت تحكي في 400 معناتها مش اللي يجي نبورت كي يقول لك معناتها بون يصح على الاجريمون اللي صحنا في المشي اللي فاتت نتاع اخر اكتوبر فهمتني وصار خلال فيها ان شاء الله خويا عطى سي موزف وعدنا بعد في بالي عنده سيوله باش تدخل مش عارف المصدر نتاعها باش يخلص الناس الكل وبما فيهم سكري وان شاء الله خويا بالنسبه لنا احنا هنا انسيستي مع اللاعب انه معناتها باش يكمل يسامح في الاتفاق نتاعو. هو المهله وفات نتاع جمعتين ما زالت محمود؟ فات خويا فات بالنسبه لايدو 27 اكتوبر وفات بالنسبه لسكري 29 معناها يعني كانوا ينجموا الملاعبيه زوز يكونوا ليبر اليوم معناها اما قاعدين تراعيوا في الوضعيه نتاع السياسات عطيت لهم مهله نقولوا بمزيه هكا هذه معناتها باخلاص كما نقولوا نحن معناتها فيداليتي للون الاكحل والابيض للجمهور العلاقه القديمه خاصه بالنسبه لسكري نحكي الراجل وصل كابيتان في السياسات دونك مده كبيره معناتها منين بدا يلعب في النادي الرياضي السياسي يحب السياسات معناتها يحب جمعيته بالطبيعه يحب لكن زاد كومام راهو نقول لك انت يعني تصور بشر سابح في 460 الف دينار ولا 80 معناتها كلمة في الكوالونس معناتها تاخذ 160 الف دولار سي با معناتها مش اي واحد ينجم يعملها مع فريق فهمتني ورغم هذاك هكا اتصلت انا بسي معز قبيله معناتها حكاية ساعة تالي معز المستير رئيس فرق القدم اي ان شاء الله الاسبوع هذا باش يتم الخلاص معناتها حسب الجدول راه ما نقولش خلاص كامل
جادو على خاطر في برشا ديبونس والناس باش تاخذوا ترونش معناها الجمعة هذه معناتها. إي إن شاء الله خويا توافقوا خاطر ما نكذبش عليك أنا كوكيل لاعب أول مهمة عندي ندافع على اللاعب. لكن نحاول نوفق بينه وبين فريق الجمعية الكبيرة زي نادي الأهلي الصفاقسي وجمهوره وكذا، لكن ماك تعرف تصعب عليه أنت تعرف العقود نتاعهم توفى 2021 زوز. 2021 معناتها أنت كي توصل الترونسفير نتاع الشتاء نجم يعمل بري كونترا بلاش. صحيح. عندهم عروض محمود. يصعب علي المهمة انه معناتها باش حتى كيف يجي عرض نقنع الفريق اللي باش يصح سوكاري ولا ديتو فهمتني انه يقرا حساب النادي الرياضي الصفاقسي في ريدي ترونسفير. وعندهم محمود يزوفر الزوز بالنسبة لسوكاري عنده تنقول لك دو زوفر اوفيسيال معناتها واحد قف بعد ما اتفقنا في الامور المادية وكل شيء معناتها وحتى السياسات وصلنا للعرض منين؟ القادسية السعودي. سعودي. دونك فما حاجات صارت في الفريق السعودي معناتها بينات بعضهم. معناتها تأخرت الإجابة على معناتها تأخرت كما قلنا احنا التطبيق نتاع التنقل هذا. حاجات نتاع عمولة، حاجات نتاع عمولة إضافية حاجة هكا. صحيح فما شكون منهم هما مسؤولية كلام يطلب 50,000 دولار. أي عندي فكرة على الموضوع شوية نتاع رشوة معناها طلب. صحيح نحن رفضنا قطعيا وعلمناهم برفض اوفيسيال خاصة حفاظا على سمعة الفريق جمعية كبيرة كمان نادي الرياضي الصفاقسي وسمعة اللاعب اللي المتاهات هذه ما نشوفوش فيها نحن. والعرض من بعده هو من اخواتنا في ليبيا في اهلي بنغازي عرض ممتاز جدا في حدود 3 مليون دينار بالنسبة للاعب والنادي الرياضي الصفاقسي في حدود مليون فاصل ثلاثة دينار. ما قبلوش السياسات الاوفر اللاعب ما نكذبش عليك وصل العقد وكذا اللاعب قال لي محمود راه معناتها فما الشامبيونات ولو كونفيرمي فما كان تشامبيونز ليغ نلعب دور الله هذا خسرنا شنو نقعد بطال وكذا ماهوش رياضيا ما كلامه معقول. ولو ان الفريق تعاقد منذ قليل مع لاعب ترجي ابراهيم وترى منذ قليل تم الاعلان على الصفقه قبل وترى وعندي العرض وموجود عندي تحب حتى انا بعثه لك على الايميل نتاعك كينغسلي ايدو. أنا موجود عندي العرض قبل وترى كيمشي ليدو كيف ما حبش يدو يمشي معناها؟ إي يدو ما يدو لا يدو قال ما نمشي كان ما ناخذ فلوسي كامل. فهمتك. دونك طلب ترونش باهية من الأول على السيناتير خاطر في الوضعية معناتها إن شاء الله ربي يخفف على خويتنا في ليبيا. واضح إن شاء الله يعطيك الصحة. فهمتني خويا مرحبا بك محمود على كل التفاصيل اللي مديتنا بها ويعطيك الصحة خاطر قعدت معنا برامون قصينا لك على النوم ها؟ والله تو باهي خويا شكرا لك محمود يعطيك الصحة بعد شوية نبدلوا ديسبلين نحكيو هون باش يكون معنا ثنائي لاعب المنتخب التونسي أشرف المرغلي نحكيو على ستاج نتاع المنتخب التونسي وكذلك دوزوف وصلوه اللاعب ساقية الزيت من الكلوب والاسبيرونس تحكي عليهم بعد شوية أشرف وكذلك باش يكون معنا لاعب المنتخب القطري يوسف بن علي توج البارح